الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما دار الزمان وبعد. أبو تمام حبيبي بن أوس الطائي، الشاعر صاحب البديع، نشأ في دمشق وقد اختلف في أصله وتاريخ ومكان ولادته، والراجح أنه من طي. ولادته سنة 82 بعد 100 الأولى من الهجرة بناحية منبج من أعمال دمشق، ولعله مولد الشاعر البحتري أيضا، ويقال لهما الطائيان، مراد البحتري وأبو تمام. بدأ حياته بحياكة الثياب، وكان يختلف إلى حلقات الدرس في المساجد، فتفجرت مواهبه الأدبية، ثم توجه إلى حمص والتقى بالشاعر ديك الجن. وديك الجن من شعراء العصر العباسي الأول، وتحدث عنه ابن المعتز في كتابه طبقات، وذكر أنه شاعر مجيد، وأقام عنده مدة ثم رحل إلى مصر، وتردد على مساجد الفسطاط، وعمل سقاء بالمساجد، وقد مدح بمصر عياش بن لهيف الحضرمي والي الشرطة بقصيدة يقول فيها: وأنت بمعتر غايتي وقرابتي بها، وبنو الآباء فيها أبي. وهذا القول يؤكد أنه عربي الأصل لا يوناني كما زعم بعضهم. ومدح كذلك والي مصر عبد الله ابن طاهر بين سنتين 211 و 214 بعد الهجرة، ثم رجع إلى الشام ومدح أمجادها، ثم تحول عنها إلى الموصل وأرمينية ثم بغداد بخلافة المامون ليمدحه ورجالاته، ثم أصبح شاعر الخليفة المعتصم، وهو بسر مراء أو سامراء كما سماها البعض، وتغنى بأحداث خلافته مثل فتح عمورية وغيرها. ثم قدم بغداد وجالس العلماء والأدباء، ونال حظوة الواثق بعد المعتصم، ثم رحل إلى خراسان يمضى عبد الله بن طاهر حين استقل بها، وأثناء رجوعه مر بهمذان فأكرمه أبو الوفاء بن سلمة، ومكث فيها مدة طويلة، صنف خلالها مجاميع من الشعر. هذه نقطة مهمة في حياة الشاعر يجب أن تنتبه إليها، وموضع سؤال أيضا. عاد إلى بغداد وتوثقت صلته بالحسن بن وهب، فولاه على بريد الموصل، يعني اشتغل في بريد الموصل، ولم يبق بها سوى عامين، فوافته المنية سنة 231 من الهجرة. وكان أبو تمام أسمر اللون طويلا، يعني نلاحظ أنه يعني قام بعدة رحلات وتنقل في أمكنة كثيرة خلال حياته، ولعل هذا أكسبه خبرة وتجارب عميقة. كان في كلامه تمتمة يسيرة، وهو أديب عصامي جاد، أخذ نفسه بثقافة واسعة حتى قيل إنه عالم، وكان يعرف علم الكلام. الكلام طبعا ظهر في هذه الفترة، وكان سببا في ظهور مذهب الاعتزال، وكان ذا تذوق فني راق، ظهر في اختياراته الشعرية في حماسته.
الكتاب المشهور بحماسة أبي تمام، وكان يعرف كثيرا من الثقافات الفلسفية والتاريخية والإسلامية واللغوية. وقد جاء في كتاب أخبار أبي تمام لأبي بكر الصولي أن الحسن بن رجاء كان يقول: ما رأيت أحدا قد يجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام، كان شاعر صنعة. هذا ذكره في كتابه صفحة 270. وكانت أسفاره الكثيرة مصدرا من مصادر ثقافته، وكان يحب التجديد، وهو القائل: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي. مخلق يعني يجعل الشيء خلقا، يعني قديما. إذن طول المقام يجعل الشيء قديما. لذلك فكره في البيت الثاني: فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. وهذا البيت أيضا يضرب به المثل: فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. والشمس لو كانت سرمدية يعني أبدية على الناس ما كان حبها الناس، فلا بد من الليل حتى يأتي النهار، ولا بد من النهار حتى يأتي الليل. ويعرف عنه سرعة البديهة وحدة الذكاء، من ذلك أنه مدح أحمد بن المعتصم المستعين بالله بسينية، فلما وصل قوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، قال له الفيلسوف الكندي وكان حاضرا: الأمير فوق من وصف. وقيل قال الجالسون: لقد مدحت أميرنا بما يمدح به عامة الناس. فأطرق أبو تمام ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يشير إلى الآية الكريمة في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ولم يكن البيتان بالقصيدة، وإنما ابتدعهما ابتداعا. وهذا دل على سرعة بديهته. شعره لأبي تمام ديوان شعر جمعه الصولي وأبو بكر الصولي الذي أشرنا إليه قبل قليل، وله 7 مجموعات شعرية من اختياراته، أبرزها كتاب الحماسة رتبه على 10 أبواب. ويرى بعضهم أن أبا تمام شق طريق الجدل في الشعر العربي، يعني أفسح مجالا للنظر في الشعر العربي، وكان تقسيمه في هذا الكتاب يدل على فكر ثاقب ونقد ومعرفة بالأدب. وعندي أنه شاعر حكيم فيلسوف، وقد ترسم خطاه المتنبي، كما أنه شاعر صنعة أكمل ما بدأه مسلم بن الوليد من البديع، ومعروف له كتابه البديع. وكان يقول: أنا والمتنبي حكيمان والشاعر البحتري. مديحه أكثر شعره فيه. لاحظنا أنه يعني مر على مدن كثيرة وكان يمدح رجالاتها، فلذلك بلغ ممدوحوه 60 شخصا من الخلفاء ورجال الدولة والأعيان ونخبة من الأدباء. تنوعت أساليبه في المدح، ولكن بصفة عامة أسلوبه على نهج القدماء، ولكنه فيه تجديد ويسخر بالبديع والصور الطريفة وعمق الفكرة. وهذا أيضا موضع سؤال: أسلوب أبي تمام في مديحه وصفته في نهج القدماء، وفيه تجديد في نفس الوقت، ويسخر بالبديع والصور الطريفة وعمق الفكرة. وكان يجعل ممدوحه مثلا أعلى من القيم والشيم، كقوله في المعتصم: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعوض بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطح أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. المعاني البديعة. ومن مدائحه التي هلل الشعراء لسماعها قوله في عبد الله بن طاهر: أهن عوادي يوسف وصواحبه
فعزما فغضما أدرك السؤل طالبه، يعني كل من يسأله شيئا يجده. وما كاد ينتهي من إنشادها حتى كانت الدنانير تتناثر على ردائه، وهو في مدايحه يتنوع في مقدماته، فقد يفتتحها بوصف الربيع أو بالنسيب أو بالوقوف على الطلل. فقد استهل قصيدة له في مدح المعتصم بوصف الربيع قائلا: رقت حواشي الدهر فهي تمرمر، وغدا الثرى في حليه يتكسر. وقد يفتتحها بالطلل كما فعل في قصيدة مدح بها المامون دمن ألم بها فقال: سلام كم حل عقدة صبره الإلمام، وهو ممن يطيل في مدايحه. إذن هذه صفة أخرى نضيفها إلى ما ذكرناه سابقا، وهو أنه يطيل في المدايح، والسبب أنه يتوسع في المعاني والمباني والأساليب، ويملأ شعره بألوان التصاوير وأجناس البديع كالتجسيم والتشخيص والجناس والطباق وغيرها. قوله: ألبست فوق بياض ميدك نعمة بيضاء تسرع في سواد الحادث، عفوا، ألبست فوق بياض ميدك نعمة بيضاء تسرع في سواد الحاسد، فيطابق بين البياض والسواد، الجمع بين الشيء وضده طباقة. ويصف غيظ الحاسد بالسواد تشخيص، ونعمة صاحبه بالبياض، ثم يجعل هذا البياض يسرع في السواد، يعني أيضا يشخصه، بمعنى أنه ينزل عليه صفات الشخص، هذه تسمى الاستعارة التشخيصية. رثاؤه قليل بالنسبة إلى مديحه. فجزء قاله في ذوي قرباه، وآخر قاله في عظماء زمانه، ولم يكن رثاؤه عن قلب مجروح ولوعة، وإنما كان يعمد إلى تعداد مناقب الفقيد ويمزج ذلك بالحكمة والتأمل. فعاطفته مصطنعة، يعني في الرثاء، بعيدة عن التأثير، وهذا أيضا موضع سؤال فانتبه له. الرثاء عنده صنعة، وتعد رأيته في رثاء محمد بن حميد الطاهر الذي قتله أصحاب بابك الخرمي في زمن المامون من أجمل مراثيه، منها قوله: فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذ فاته النصر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلد عليه القنا السمر، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. النجوم إذا خر البدر لا تقتبس نورها من آخر. فهذه لوحة رسم فيها جمالية الموت وجلال الشهادة، وضمنت فكرتين: جمالية الموت وجلال وعظم الشهادة. ومهما يكن فصوره في الرثاء مستمدة من معين الفكر وليس من فيض العاطفة، كما قلنا مصطنعة. وهذا نبط نجده في بعض مراثي المتنبي ترسم فيها خطى. نلاحظ أن المتنبي ترسم كثيرا من خطى أبي تمام، لكنه لم يكثر من البديع كما فعل أبو تمام، وعليه نحن نردد أيضا المقولة: أبو تمام والمتنبي حكيمان والشاعر البحتري. غزله كرثائه لا يعد طبعا، ولأنه حكم الصنعة وحكم العقل في شعره، فلذلك الرثاء والغزل عنده ظهر فيه التكلف. فقوله في مقدمة مدحه لعبد الله بن طاهر: عاذلتي ما أخشن الليل مركبا، وأخشن منه في الملمات راكبه، ذريني وأهوال الزمان فإنها وأهواله العظمى تليها رغائبه. وهذا كلام فخم قد لا يناسب الغزل. وكثيرا ما خلطه بالإخوانيات، وكان أقرب إلى الإجادة في وصف عواطف الصداقة منه إلى وصف عواطف الحب. ومما يستحسن له في الغزل والإخوانيات قوله: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله.
والبيت هذا أيضا مشهور: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. وقد أجاد في الوصف، كان مجيدا فيه، ونجدته في بعض القصائد مستقلا وبعضه موزع بين أغراض أخرى في قصائد. وقد وصف الطبيعة كما وصف الحرب، ومن أهم مميزات وصفه، وهذا موضع سؤال، دقة الملاحظة واستقراء الموصوف. استقراء الموصوف يعني الوصول إلى نهاية صفاته، التأمل والوقوف على خفايا المحسوس، والإكثار من المحسنات البديعية، وإن كان البديع في جميع شعره، لكن نعتبر هذه سمات ثلاث للوصف عند أبي تمام: دقة الملاحظة، استقراء صفات الموصوف، التأمل والوقوف على خفايا المحسوس، والإكثار من المحسنات البديعية. شغلت الطبيعة القسم الأكبر من وصفه، وقد أوجد لنا لوحات متنوعة من الرياد والأزهار والربيع والمطر، وتأتي هذه اللوحات في مقدمات قصائده على نحو قوله في مقدمة رائيته في مدح المعتصم: نزلت مقدمة المصيف حميدة، ويد الشتاء جديدة لا تكفر، لولا الذي غرز الشتاء بكفه لاغ المصيف هشائما لا تثمر، مطر يذوب الصحو منه وبعده صحو يكاد من الغدارة يمطر غيثان، فالأنواع غيث ظاهر لك وجهه، والصحو غيث مضمر. وهذا من جيد التخلص، البيت الأخير: غيثان فالأنواع غيث ظاهر لك وجهه، والصحو غيث مضمر. واشتهر أيضا بوصف المعارك، ومن أشهر قصائده في ذلك بائيته في فتح عمورية، صاحبة القصة المشهورة أن امرأة استنجدت بالمعتصم وقالت: ومعتصما، فسير المعتصم جيشا إلى عمورية انتصر فيها على الروم، ومطلعها السيف أصدق إنباء، وفي رواية إنباء من الكتب: في حده الحد بين الجد واللعب. وفيها يقول في هزيمة جيش الروم: 20,000 كآساد الشرى نضجت قبل نضج التين والعنب. ويعد وصفه لهذه المعركة مثالا للشعر الملحمي العربي، وهذا أيضا موضع بحث وموضع سؤال بالنسبة إلى الدارس. صور فيها أحداثا خطيرة تاريخية بألفاظ فخمة هدارة، وأسلوب جزل تزخر فيه الصناعة اللفظية، ويغمر الانفعال النفسي، مما مهد السبيل لمن بعده كالمتنبي في هذا المضمار. وما زلنا نحن مع المتنبي يرتفي خطى أبي تمام. تجسد ذلك في قوله من هذه القصيدة: لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب، وأدرت فيها بهيم الليل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب، حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها، وكأن الشمس لم تغب، ضوء من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخان في ضحى شجب، فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. هذه جمع جميل نجح من خلاله أن يجمع بين المتناقضات، وتأويله المبنى على العلو والمبالغة أن يخلق فينا الإحساس بالهول والروعة وضراوة الحرب التي احترقت بها عمورية وأتت على كل شيء فيها. على العموم، فقد أحدث أبو تمام ثورة في معاني الشعر وأخرى في صوغه. المعاني ذات الأفكار العميقة، والصياغة ذات أسلوب البديع، عمد فيها إلى التهذيب والتثقيف وابتكار الصور والإغراب ما استطاع أن يهز به بنية الثقافة القديمة، وهذا فضلا عن اعتماده في شعره على الفلسفة والفكر الدقيق. ومن أمثلة الإغراب في الصور، يعني يأتي بصور غريبة، قوله: كأني حين جردت الرجاء له غضا صببت به ماء على الزمن. جرد الرجاء، هذا تشخيص، جعله شيئا محسوسا، والرجاء معنوي غضا، وكأنما صب به ماء على الزمن، برد به الزمن،
فصار الزمن مطيعا. وقد سأله أبو سعيد الضرير بعد أن سمعه ينشد إحدى قصائده التي جنح فيها إلى الإغراب من مثل مطلعه جللا كما به فليك التبريح وإذا ذي الرشأ الأغن الشيح، يا أبا تمام لما لا تقول من الشعر ما يعرف؟ فأجابه على الفور: وأنت لما لا تعرف من الشعر ما يقال؟ في رواية أخرى قال له: لما لا تقول ما لا يفهم؟ فرد أبو تمام: ولما لا تفهم ما يقال؟ لقد خلق أبو تمام لغة في الشعر جديدة مغايرة للمألوف في زمنه، ومنهما جاء الإغراب والغموض أحيانا، ولكنه نتاج صادر عن صفاء ذهن لا تشويش روح أو ضعف تعبير. ولقد شغل أبو تمام النقاد بعبقريته وتوزعوا بينه وبين البحتري فكانوا بين مادح وقادح. فبعضهم كان يفضل البحتري لأنه شاعر فطرة وشاعر مطبوع، والبعض الآخر كانوا يفضلوا أبا تمام لأنه شاعر صنعة وشاعر بديع. نختم بهذا حديثنا عن أبي تمام على أن نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.